واليوم راح نحضر القطر اللي بنستخدمه بمعظم الحلويات العربية. وبطنجرة متوسطة الحجم بدنا نضيف كاستين من السكر وكاسة من المية، وبنحطهم على حرارة متوسطة وبنبدأ نحرك بالسكر والمية لغاية ما يدوب كل السكر. وأول ما يبدأ يغلي بنوقف التحريك وبنخليه لمدة 10 دقائق على النار. وبعد ما بمر 10 دقائق بنضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وبنلاحظ كيف لون القطر صار شفاف، ورح نلاحظ انه المزيج صار ثيك فبنطفي تحتية، وبس يبرد رح يصير ثيك اكثر. في هذا الوقت بدنا نضيف ملعقة كبيرة من ماء الزهر ونقطتين من السائل المسكة. وبس يبرد بننقله على وعاء. بدي أفرجيكم كيف القوام صار لزج. بدنا نسكر عليه وبدنا نحتفظ فيه على حرارة الغرفة لوقت الاستخدام.